بدأت أنسحب من حياة بعض البشر كي لا أكرههم أكثر. أحيانا يجب علينا إغلاق الكتاب بدلا من فتح صفحة جديدة. بتعبير آخر، لا نحتاج مزيدا من المعارف ولا مزيدا من الكلام، كل ما نحتاجه قليل من المصداقية في زمن قل الوفاء فيه. فمن يحبك حقا يقرأك وقت صمتك، يرى طيبتك وقت غضبك، يشعر بحنانك في قسوتك، ويرى حزنك خلف ابتسامتك، ويتحملك في أسوأ حالاتك. فلا تثق كثيرا بمكانتك في قلوب الناس. تستيقظ الناس كل يوم بمشاعر مختلفة، تتغير نظرتهم باستمرار، تتقلب عواطفهم في لحظة، فقد يتخلون عنك لأتفه الأسباب. يحبونك حين تكون بقربهم، وعندما تغيب عنهم تجدهم قد نسوك أو قد تم استبدالك. فاعلم أن الناس مراحل وليست بيوت، قد تطول مرحلة عن أخرى، لكنك في نهاية المطاف قد تعود إلى منزلك وحيدا. لا تنسى متابعتي في الإنستغرام.